في مسألة اجتماعية هي في غاية الأهمية، بل هي تتجاوز المنحى الاجتماعي إلى مناحي أخرى متعددة. وش رأيك في حالة الحراك داخل السعودية هذه الأيام؟ شيء جدا مهم وأساسي وضروري، والحمد لله يعني لازم. أنا الملك وولي العهد، التغييرات اللي أشوفها صحيح بالنسبة لي مهمة وأساسية وضرورية. ف يعني أنا لي زمان عن السعودية، بس أنا ملاحظة الفترة هذه الأخيرة، السنوات الأخيرة هذه، التغييرات هذه طبعاً تعجبني أنا شخصياً. أنا ما أفهم في كل حاجة في كل التغييرات طبعاً، بس اللي بعضها اللي أسمع فيها وأفهم لها مؤيدتها وتعجبني. وإن شاء الله طبعاً إحنا بس علينا نتغير ونحاول جهدنا ونجرب، وإن شاء الله كله يعني إن شاء الله يعني هذه عند ربي الباقي. عرفت؟ تتفقين مع اللي يقولون نحن نتحدث عن السعودية الجديدة؟ مصطلح جديدة هذه أنت أنا أتفق فيها؟ شوف أنا ما أفهم في المواضيع دي، هذه الحقيقة. طيب بس أنت قلتوا لي تعالي وقولي اللي، فأكيد بقول إنه أنا لاني سياسية ولاني اجتماعية، طيب فقط إنسانة علمية. طيب بس شخصيا وجهة نظري محتاجين التغييرات هذه الجذرية اللي قاعدة تصير. وبإذن الله يعني ما حد يعلم الغيب وش حيصير، بس إذا تسألني إذا أنا مأيدة، أكيد 100% مأيدة، وأعتقد مهم وضروري وأساسي. وبإذن الله يعني إحنا ما لنا نتغير ونشتغل ونؤمن ونتابع، والباقي بيد ربي يعني.